كنا قد سجلنا في الحلقة السابقة أو المحاضرة السابقة عن ظروف بدء الحداثة في المنطقة العربية وتحديداً في مصر، والظروف التي ستظهر فيها إسهامات علامة مثل رفاعة الطهطاوي والجبرتي. الجدير ذكره أن الجبرتي المؤرخ كان من عائلة من العلماء من خريجي الأزهر الشريف، وكان الجبرتي قد رافق وشهد حملة نابليون على مصر واحتلاله للقاهرة، وطبعا المعركة الشهيرة التي حدثت في منطقة الهرم، يعني وسيكون له انطباعاته و شهادته التاريخية حول ما جرى. أولا، الجبرتي بحكم أنه كان من عائلة علماء فإنه كان ينظر إلى المماليك من منطلق الحكم الشرعي الذي يقول بأن ولي الأمر هو من يدافع عن الديار الإسلامية، وعندما يعجز عن هذا الدفاع فإنه يفقد الشرعية أو المشروعية. وكان المماليك على صراع مع طبقة العلماء الذين كانوا بنفس الوقت هم من طبقة فلنقل من يجبي الضرائب، لذلك كان هنالك صراع على النفوذ في مصر، وهو من عكس موقفا إيجابيا اتخذه الجبرتي من نابليون في عملية إضعاف نفوذ المماليك. وكان الجبرتي معجبا بالحملة العلمية التي رافقت نابليون والتي اكتشفت التاريخ القديم لمصر، ولكنه هنا يأخذ على نابليون أنه لم يكن مؤمنا أو مسلما، رغم أن نابليون كان قد أعلن أنه مسلم وأتى ليحكم مصر وفقاً للدين الحنيف. طبعاً كانت هذه إحدى أساليب الدعاية لنابليون حتى يرضى قبولاً من الناس، وأنه أتى ليحرر مصر من الحكم الفاسد للمماليك. فهنا تظهر علامات التناقض في مقاربة الجبرتي لحملة نابليون، من جهة فهو راضٍ عن إضعاف نفوذ المماليك، ولكنه من جهة أخرى فهو يعتبر أن هذا حكم أجنبي غير شرعي على مصر. وفي نفس الوقت فهو معجب بالإنجازات الكبيرة التي حققها الغرب لجهة التقدم ولجهة استكشافه لتاريخ مصر، ولكنه يعني في كتابه يرى أن الحملة المصرية غرفت من كنوز أو التراث المصري والإسلامي، ويذكر زيارة أفراد هذه الحملة لوالده وسؤالهم عن خبرته، وبالتالي فهو يقول بأن المنطقة والعالم الإسلامي أسبق على المعرفة والمدارك العقلية من الغرب، بل إنه يتفوق على الغرب لأنه يستكمل هذه المدارك العقلية بالبعد الإيماني. كذلك فقد احتك الجبرتي بمحمد علي باشا، ورأى في محمد علي باشا من جهة محدثا، إذ أنه قضى على نفوذ المماليك، ولكنه من جهة أخرى فإنه يقف ضد محمد علي باشا بحكم أن محمد علي باشا كان قد واجه طبقة جامعي الضرائب واصطدم بهم وأزال ملكهم، ولذلك فإن الجبرتي الذي كان من ضمن هذه الطبقة فإنه نقم على محمد علي باشا واعتبر أنه قلل من شأن العلماء، علماء الدين والعلماء بشكل عام،
الذين يضع الجبرتي ترتيبهم في المرتبة الأولى ومن بعدهم يأتي الحكام، فيجد بأن محمد علي باشا حط من قدر العلماء وطوعهم من أجل إعلاء نفوذه، وهو يعتبره طاغية بحد ذاته. سيتوفى الجبرتي في العام 1825، وهو العام الذي سيشهد ظهور نجم عالم آخر هو رفاعة الطهطاوي، الذي سنتحدث عنه في الجزء الثاني من هذه المحاضرة. ننتقل للحديث عن رفاعة الطهطاوي. الجدير ذكره أنه بحلول العام 1825 كان محمد علي باشا قد أصبح بحاجة لتطوير كوادر بشرية يمكن أن تتولى مسؤولية الإدارة المتضخمة في الدولة المصرية التي كان محمد علي باشا يقوم بتحديثها. فخلال عقدين من زمن حكمه كان محمد علي باشا قد طور الجيش وأقام برسانات أسلحة ومصانع سلاح وبحرية وبمارستان وما إلى ذلك وكليات عسكرية، وكل هذا كان قد أقيم بمعونة ومشورة خبراء فرنسيين كانوا قد هربوا من فرنسا ولجأوا إلى مصر بحكم تجربتهم مع الحملة المصرية، يعني حملة نابليون. وبعد هزيمة الثورة الفرنسية في واترلو وعودة الملكية، فإن الكثير من هذه النخب لجأت إلى مصر ووجدت أن مصر يمكن أن تكون هي البلاد التي يمكن أن يعيشوا فيها وأن يطبقوا فيها يعني أفكارهم والمثاليات التي آمنوا بها. لكن مع حلول العام 1825 فإن هذا المعين قد نضب، خصوصا أن فرنسا بحد ذاتها كانت قد شهدت ثورة عاد فيها الليبراليون إلى الحكم هناك، وبالتالي كان على محمد علي باشا أن يفكر بإرسال بعثات من أبناء البلد أبناء المصريين إلى فرنسا لنهل من معالم العلم الفرنسي ونقل التجربة إلى المصريين. ومن هؤلاء فلقد كان هنالك رفاعة الطهطاوي، وهو خريج الأزهر، الذي بعث على رأس بعثة إلى باريس، حيث قضى هناك 5 أعوام، يعني ما بين العام 1828 وحتى العام 1833 تقريبا 34، هذه المرحلة. وفيها عايش الفرنسيين وتعرف إلى ثقافتهم وتعلم على يدهم، وأيضا كتب كتابا في وصف باريس، وفيه وصف لأنماط حياة الفرنسيين في باريس وغيرها من التفاصيل. عند عودة رفاعة الطهطاوي إلى مصر فلقد ولاه محمد علي باشا مسؤولية إدارة مدرسة اللغات، وكانت وظيفة هذه المدرسة ترجمة أمهات الكتب من اللغات المختلفة إلى العربية. وكان قد حصل جدل هنا، هل تكون لغة التعليم التركية أو العربية؟ وبما أن محمد علي باشا كان قد بدأ بتجنيد الفلاحين بالسلك العسكري المصري، الفلاحين من أبناء مصر الذين كانوا يتحدثون العربية، فلقد كان لزاما أن تكون لغة
التعليم هي اللغة العربية، وهنا بدأ التعريب بشكل واسع في مصر، وبدأت العسكرية المصرية تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية في العلوم. بالمقابل فإن من كان يطالب بأن تكون التركية هي اللغة الرسمية أو لغة التعليم كانت حجته ضعيفة، خصوصا أن مصدر المماليك المشترين من وسط آسيا كان قد نضب قبل ذلك بعقدين من الزمن، وكانت تجربة محمد علي باشا هي في الاعتماد على أهل البلد المصريين في التجنيد وفي تكوين نخبة عسكرية. ومن هنا فإن رفاعة الطهطاوي بصفته مديرا لمدرسة اللغات كان عليه أن يترجم الكتب العسكرية والكتب في مختلف العلوم إلى اللغة العربية، وكانت هذه الكتب تطبع بمطبعة بولاق. وكان محمد علي باشا طبعا مهتما بسير القادة والفاتحين، من هنا فلقد اهتم رفاعة الطهطاوي في ترجمة سير الفاتحين و القادة العظماء حتى يكونوا عبرة ينقل منها تجارب لمحمد علي باشا. كذلك فلقد تأثر رفاعة الطهطاوي بما رآه وما شهده وما عاشه في فرنسا، ووجد درجة التقدم التي كانت قد وصلت إليها أوروبا وتحديداً فرنسا، ورأى أن محمد علي باشا وما كان يقوم به في مصر يعتبر أمراً جيداً جداً لجهة نقل مصر إلى ركب الحضارة والتقدم واكتساب أساليب القوة والمعرفة. ولقد تأثر رفاعة الطهطاوي بطريقة كتابة الفرنسيين لتاريخهم، وهي ما يعتبر أو يسمى بالتاريخ الوطني إستوار ناسيونال. فولى عددا من المترجمين ترجمت عدد من الكتب من اللغات الأوروبية، وتأثر بالاكتشافات التي كانت قد حققتها الثورة الفرنسية لكتابة تاريخ مصر الوطني لأول مرة بطريقة تبدأ منذ عهد الفراعنة حتى زمن الراهن. يبقى السؤال، كيف قارب رفاعة الطهطاوي تاريخ مصر وبالمقارنة مع تاريخ البلدان الأخرى في العالم؟ بالنسبة له فإن الشخصية المحورية التي لعبت دورا كبيرا بالنسبة له هي شخصية محمد علي باشا. وكان محمد علي باشا صحيح أنه كان واليا عثمانيا أو بدأ كوال عثماني وبعد ذلك تمرد على الحكم العثماني، فإن مقاربة رفاعة الطهطاوي لشرعية محمد علي باشا كانت تنبع من القبول الذي كان يحظى به الباشا من قبل الدول الأكثر تقدما، وكان الضعف العثماني قد بات جليا في تلك المرحلة، خصوصا بعد هزائم النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. من هنا فإن رفاعة الطهطاوي سيقارب تاريخ مصر بالدرجة الأولى على أنه تاريخ قديم أقدم من تاريخ البلدان الأوروبية المتحضرة، وسيعتمد على الاكتشافات التي كان قد اكتشفها أوروبيون بدءا من البعثة التي جاءت مع نابليون
أثناء احتلاله لمصر، ومن ثم الاكتشافات التي قام بها علماء أثار أوروبيون في تلك المرحلة، ليقول بأن مصر ذات تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد وقبل الإسلام. وبهذا كان رفاعة الطهطاوي من أوائل المؤرخين العرب الذين عادوا بتاريخ مصر والأقطار العربية إلى وقت سابق للإسلام من دون الاعتماد على الكتب الدينية، القرآن الكريم أو التوراة والأساطير أو يعني الدينية. ولأن محمد علي باشا كان ذات شخصية محورية له، ولأن محمد علي باشا لم يكن مصريا بالأساس بل كان ألبانيا، فإن فكرة المصري أو الهوية المصرية كانت في من أتى إلى مصر وشرب من مياه نهر النيل وأصبح جزءا من النسيج الاجتماعي المصري. هذا كان قد أصبح العامل الأساس في تحديد الهوية. يضاف إلى ذلك فإن رفاعة الطهطاوي في نظرته إلى تاريخ مصر فإنه يعطي أهمية للتاريخ القديم، تاريخ الفراعنة، ويميز المرحلة التي حكم خلالها البطالصة بحكم أنهم خلفاء الإسكندر المقدوني. وبالنسبة له فإن شخصية الإسكندر المقدوني كانت شخصية محورية لأنها تشابه إلى حد كبير شخصية محمد علي باشا، أو هو رأى في النموذج الذي قدمه الإسكندر المقدوني مثالا يمكن أن يقارن به محمد علي باشا، خصوصا أنه أتى من منطقة قريبة من مقدونيا وهي ألبانيا. فكما أن الإسكندر المقدوني وخلفاؤه البطالصة كانوا قد أسسوا حكما مزدهرا في مصر، فإن محمد علي باشا سيؤسس حكما مزدهرا في مصر. ولأن حكم البطالصة كان حكما معترفا به من قبل الأوروبيين كجزء من النسيج أو الحضارة الهيلينية، فإن رفاعة الطهطاوي سيركز على هذا التاريخ لنيل الاعتراف بأسبقية مصر في التاريخ على الدول الأوروبية، وهذا سيعزز التركيز على عهد البطالصة منذ بطليموس الأول وحتى كليوباترا وهي آخر حكام أسرة البطالمة. فبالتالي بعد ذلك سينطلق رفاعة الطهطاوي ليعتبر أن مصر في العهد الروماني كانت قد وقعت تحت حكم غريب أجنبي، وسيعطي تركيزا على الحقبة الطولونية فالإخشدية فالفاطمية ومن ثم الأيوبية والمملوكية، يعني الأيوبية بالأحرى. وبحكم أنه كان من مؤيدي الباشا، وبحكم أن محمد علي باشا كان قد اشتبك أو يعني تخاصم مع المماليك وقضى عليهم، فأن رفاعة الطهطاوي في مقاربته لتاريخ مصر أثناء الحكم المملوكي سيعبر على هذا الحكم مرور الكرام. وبحكم الخصومة التي كانت قائمة بين محمد علي باشا وبين السلطان العثماني، فإنه سيولي أهمية أقل أيضاً لمصر خلال العهود الثلاثة الأولى من الحكم العثماني أو في ظل الحكم العثماني، ويعتبرها عصوراً مظلمة همشت فيها مصر، ليعود عصر الإحياء مع محمد علي باشا في ذلك الوقت. وستكون مقاربة رفاعة الطهطاوي مؤثرة كثيراً بالنسبة للمؤرخين المصريين اللاحقين، وبالنسبة لمقاربة مصر أو تيار مصري واسع لهويته المتميزة عن
المحيط من جهة وعن الإطار العثماني من جهة أخرى. بعد محمد علي باشا سينكب رفاعة الطهطاوي، سيحل الغضب عليه طوال عهد الخديوي سعيد، ولن يعود إلى حظوة السلطان إلا في عهد الخديوي إسماعيل الذي سيعتبره خير خلف لخير سلف، وهو محمد علي باشا. بهذا نكون قد أنهينا مقاربتنا لتاريخ مصر بالدرجة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي والتأثيرات التي دخلت عليه، والمقارنة مع الجبرتي، وهذا التيار هو الذي سيؤسس لمقاربة تاريخ مصر الوطني في وقت لاحق.